لما نبدأ بالبداية موضوع تعطيل الجلسة، من عطل الجلسة في بادئ الأمر؟ أول مرة أريد أتحدث قانونياً، بعدين هي قانونية من الناحية القانونية، من الناحية القانونية بعدين أدخل السياسية. تعطيل الجلسة، تم تعطيل الجلسة من قبل الإطار التنسيقي في أول جلسة أراد التيار الصدري أن يمرر حكومة الأغلبية، وبالتالي حنث اليمين الدستوري عندما يقسم النائب أمام مجلس النواب من ضمن المادة 50 دستوريا، حنث اليمين ينص على أن يستخدم التشريعات بأمانة وحياد. الحياد يتطلب حضور مجلس النواب والالتزام بالنظام الداخلي لمجلس النواب، والنائب عندما لا يريد مثلا أن يدخل في قرار ما، موجود نظام التصويت وله حق أن لا يصوت لكن على ذلك. جالسين لكن امتنعوا دخول الجلسة، هل هذا قانوني؟ يعني كانوا موجودين مجلس النواب لكن امتنعوا عن دخول الجلسة؟ لا هم ما امتنعوا، هم راحوا اجتمعوا بيت السيد نور المالكي. يعني ما حضروا الجلسة، وبالتالي تعطلت الجلسة واختل النصاب وما انعقد الجلسة، فهنا حنث اليمين الدستوري وفق هذه المادة. بعدين حاليا كيف عقد جلسة حاليا من الناحية الدستورية والقانونية؟ بالرجوع إلى المادة 58 من الدستور العراقي، لرئيس الجمهورية أن يدعو إلى عقد جلسة استثنائية، لرئيس مجلس النواب أن يدعو إلى عقد جلسة استثنائية، لرئيس مجلس الوزراء أيضا. والطريقة الرابعة اللي يعني توحي أنها ستعقد بها جلسة مجلس النواب هي أن يقدم طلب من أن يدعو 50 نائب لعقد جلسة استثنائية، وأن يناقش بهذه الجلسة ما المواضيع التي دعيت إلى هذه الجلسة. وبذلك من الممكن الرجوع إلى النظام الداخلي، المادة 21 النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تنص أن يعقد مجلس النواب جلساته خارج قبة البرلمان في حال الاقتضاء. يعني أكو مخرج قانوني، فقرة قانونية أنه يقدرون النواب يعقدون جلسة يعني خارج قبة البرلمان. أنا دا أتحدث دستورياً ودا أتحدث النظام الداخلي. لما نريد نسلط النص القانوني على الواقع سوف نتحدث بالسياسة. سيدة زينب، بما أنه أنت صدرية خليني